بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الحميد من مدينة ميسور شرق المغرب. عندي سؤال شيخنا الجليل حول الأدوية التي يدخل في مكوناتها بعض مواد دهن الخنزير كالمادة المسمات ب 475. ما القول القوي في هذه المسألة شيخنا الكريم في تناول هذه الأدوية؟ وسبب هذا السؤال هو أن الطبيبة الخاصة بالعظام والمفاصل وصفت للوالدة فيتامين دي قوي بسبب مشاكل في المفاصل، وهذا الدواء وهذا الفيتامين عند مطالعتي لمكوناته وجدت أن من بعض مكوناته هذا الذي ذكرت لكم، فنسألكم الجواب الشافي جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يزيدكم فتحا وبركة، وأن يجزل لكم العطاء في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، استجاب الله دعاءك وحقق رجاءك، جزاك الله عنا أحسن الجزاء. إنما يلجئ لاستعمال مثل هذه المواد الضرورة، فمن كان هذا علاجا في حقه فيجوز له استعماله كالخمر للغصة ونحو ذلك. أما من كان يجد بديلا صالحا مساويا له فلا يستعمله. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم ويوفقكم ويسددكم. وأصلا مسألة الانقلاب، وهي إذا كانت المادة في الأصل نجسا ثم انقلبت إلى مادة أخرى، سواء كان ذلك بتدخل بشري أو كان بأمر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يحصل الخلاف في المذهب المالكي على ثلاثة أقوال. القول الأول تأثير الانقلاب، وأن المادة الأصلية تلغى وتعتبر مادة جديدة، يعتبر هذا مادة جديدة. والقول الثاني أن المادة الأصلية ينسحب حكمها على المادة البديلة الجديدة. القول الثالث أنه يفرق في ذلك بين ما استحال إلى صلاح وما استحال إلى فساد، فما استحال إلى صلاح كما كان لبنا أو لحما في البقرة التي أكلت نجسا مثلا، أو الناقة الجلالة التي تأكل النجس، أو الشاة، فما استحال إلى لحم أو لبن فإنه طاهر، وما استحال إلى بول أو أرواث أو نحو ذلك فهو نجس. ويبقى الخلاف في العرق، أنه بين لم يستحل إلى صلاح تماما ولا إلى فساد تماما. وهذه المسألة من القواعد الفقهية المشهورة، وقد نظمها الإمام أبو الحسن علي الزقاق رحمه الله في كتابه المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي، حيث يقول: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أو حق؟ وقد أشار إليها خليل في المختصر في عدة مواضع، منها عده للخمر المتخللة أو المخللة في الطاهرات، حيث قال: وخمر تحجرت أو خللت، معناه تحجرت أو حجرت أو تخللت أو خللت، فعدها من الطاهرات حينئذ، لأنها زالت عنها زال عنها الإسكار، والإسكار هو علة نجاستها، فإذا زال عنها طهرت. ولكن الخنزير رجس فنجاسته مغلظة، ليس كسائر الأنجاس، ولذلك حتى ولو كانت المادة قد انقلبت وتغيرت فإنه لا يبيحها إلا الضرورة التي قال الله فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فيها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله يكرمكم ويوفقكم ويسددكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.